رحيم. الأسرة واختيار الصديق. إلى أي مدى يتأثر الصديق بصديقه؟ وكيف يوجه الأب أبناءه إلى اختيار الصديق المناسب والابتعاد عن الصديق السيء؟ وكيف يصبح الأب صديقاً لأبنائه؟ وكيف يصبح الأب صديقاً لأصدقاء أبنائه؟ تلك أسئلة مهمة تبحث عن إجابات لها. فموضوع الأصدقاء مثلاً يشغل الآباء والأمهات كثيراً، لأن الصديق يؤثر تأثيراً شديداً في صديقه، وبخاصة في مرحلة المراهقة ثم مرحلة الشباب التي تليها. ومن هنا نرى الأسرة تهتم بأصدقاء أبنائها وصديقات بناتها. على الأسرة أن تقيم علاقات طيبة مع أصدقاء الأبناء وصديقات البنات، وأن تدعوهم إلى المنزل لتعرف إليهم ومعرفة أخلاقهم وسلوكهم. وإذا اكتشفت الأسرة أن أخلاق بعض الأصدقاء والصديقات سيئة، فعليها أن تطلب من أبنائها وبناتها الابتعاد عن أولئك الأصدقاء والصديقات. ويمكن الاستعانة بالأبناء والبنات الكبار في توجيه الإخوة والأخوات الصغار.